بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على واحد من المواضيع المحورية في أي لغة برمجة، اللي هو اللي احنا بنسميه السلكشن، أو اللي احنا بنسميه الإف كونديشنز، أو بالعربي الشروط. تخيل إنك أنت وأنت جاي تعمل أي برنامج في الحياة، البرنامج ده ممكن يبقى فيه شروط مختلفة. يعني مثلا افرض إنك أنت بتعمل برنامج لموظفين، وعايز تقسم الموظفين دول بناء على مرتباتهم، فانت محتاج تبدأ تعمل شروط، ولنفرض ان الناس اللي مرتباتها اقل من 1000 كذا، الناس اللي مرتباتها اقل من 10000 كذا. عايز تبدأ ايه فكرة الشروط في اي لغة برمجة بيبقى فيها ايه فكرة الشروط دي. تعال نعمل برنامج بسيط كده ونقول اعمل برنامج يقرأ رقم هنسميه السالري. لو السالري ده اقل من 1000 هتطبع انك انت شخص فقير، لو مش اقل من 1000 ما بتعملش اي حاجة، وبتنهي البرنامج بكلمة سلام. خلاص، لما بنيجي نكتب الموضوع ده بقى، اللغة البرمجة عاملة حاجة شبه أول منطق بتاع البشر. يعني النهاردة الدرس هتلاقيه منطقي أكتر. طيب، زي ما قلنا اللغة ليها حاجة اسمها سينتاكس، اللي هو شروط كتابة الإيه؟ الكتابة الكود في اللغة دي. الشرط ده بيقول لك إيه؟ لو عايز تعمل شروط في اللغة تعمل كالآتي: تعمل إف وتفتح قوس وتقفله، وتكتب جواه حاجة قيمتها يا إما في الآخر تبقى بترو يا إما بفولس. احنا خدنا في محاضرة من المحاضرات اللي هو ازاي نعمل conditions، اللي هو ازاي نعمل true false condition. ده اسمه condition لان هو في الاخر هو شرط، يا اما بيبقى صحيح يا اما بيبقى خاطئ. انا هقرا رقم وهقول if salary اصغر من 1000، ولنفرض ان الشخص دخل 500، هل ال 500 اصغر من 1000؟ true. يبقى if true نفذ السطر اللي تحت الشرط ده، هيعرض كلمة you are poor ويخلص ويعرض كلمة سلام. طيب افرض الشرط ما اتحققش، البادي بتاع الشرط مش هيتحقق، مش هيتنفذ. افرض الراجل دخل السالري بتاعه 100000، هل ال 100000 اصغر من 1000؟ لا، السطر ده مش هيتنفذ. خلاص، وبعدين يعرض الجمله دي، يبقى يا اما البرنامج هيعرض سطرين تو سي اوتس، يا اما هيعرض اللي تحت ده. بنلاحظ ان السنتكس بتاع اللغه بيقول لك لو عايز تعمل سطر اعمل اف، افتح قوس واقفله، واكتب حاجه قيمتها يا اما تبقى بترو او فولس او صفر او واحد، وتحتها بادي. خلاص، البادي ده اللي هو السطر ده سي اوت يو ار بور. خلاص، البادي ده هيتنفذ فقط لو الكونديشن ده قد قيمته بترو او قيمته مش بزيرو. يعني خلاص كده، يبقى اللغه بتسمح لنا ان احنا نعمل شروط، والشروط دي بتتعمل باللوجيك، بتحتاج كونديشن قيمته يا اما ترو يا اما فولس. لو اتحقق بننفذ البادي بتاع الكونديشن، يبقى عندي اف قوسين كونديشن بودي. طيب تعال نعقد الدنيا شويه. افرض ان انا كنت عايز جوه البادي ده، يعني احنا المره اللي فاتت عملنا جمله واحده. افرض لا، افرض انا مثلا بعد ما هقرا مرتب الشخص ده هقعد اعمل لوجيك كبير جدا، انا محتاج اكتر من كده. تيجي اللغه تبدا تقول لك ماشي، بص السنتكس ده لو عايز تكتب حاجات كتير افتح بريس واقفله واكتب جواها كل اللي نفسك فيه، اكتب جواها كل اللي نفسك فيه. انا هنا هعمل برنامج بيقرا رقم بيقول ايه، لو الرقم ده ب10 اعمل فاريبل سميه ب3، واكتب ان 10 لاكي نمبر، والسو 2 في 10 زائد الرقم ده اللي هو ب3 ب23. خلاص كده، يبقى اللغه بتقول لك لو انت عايز تكتب اكتر من سطر ممكن تفتح البريس ده وتقفله. لو رجعنا لورا هنا هتلاحظ ان السطر اتكتب على طول، طيب من غير اي بريسز. طب لو انا عندي اكتر من سطر ممكن اعمل بريس. لو انت كتبت اكتر من سطر ايه اللي هيحصل؟ هو هيبص بس للسطر الاولاني، مش هيبص للتاني، مش تبعه السطر التاني ده، مش ايه، مش تبعه. وانت مش شرط تكتبه جوه كده، ممكن تكتبه بره عادي جدا، خلي بالك عشان ده ممكن ايه يخليك تطلعه. في هنا بقى ملحوظه مهمه جدا، في حاجه في اللغه بنسميها كلمه سكوب. سكوب دي بتقول لنا ايه اللي فيزابل وايه اللي مش فيزابل. يعني ايه؟ دلوقتي انتجر اكس دي اتعرفت فين؟ جوه البريسز دي. اكس دي مش متشافه بره، يعني لو انت جيت هنا قلت سي اوت اكس، اكس دي الكومبايلر هيقول لك انا مش شايفها. ليه؟ لانها اتعرفت جوه البريسز دي، فاللي بيتعرف جوه البريسز كفاريبلز مش بيتشاف بره. لاحظ ان المين بتاعتك نفسها اللي هي الفانكشن دي عندها بريس هنا وبريس هنا، خلاص؟ فكلمه نم دي هنا متشافه في اي حته جوه البريسز. طب والاكس دي متشافه فين؟ متشافه جوه البريسز بتاعتها، بره البريسز مش متشافه. خلاص كده، يبقى دلوقتي الدرس التاني اللي اتعلمناه ان البادي يا اما بيتكتب سطر واحد زي هنا، يا اما لو عايز اكتر من سطر بفتح اتنين بريس واكتب كل اللي يعجبني. طيب
اللغة بتحاول تظبط لك أحوال أعقد من كده. افرض إن أنا عندي شروط بتعتمد على بعض، يعني مثلا أنا عايز أقول إيه؟ لو المرتب أصغر من 1000 هنعمل حاجة، لو مش كده، طب لو هو أكبر من أو يساوي 1000 لكن أصغر من 20000 هنعمل حاجة، طب لو هو أكبر من 20000 هنعمل حاجة. يبقى أنا عندي هنا 3 حالات مرتبطة ببعض، هل المرتب أصغر من 1000؟ لأ. طب هل المرتب أكبر من أو يساوي 1000 وأصغر من 20000؟ لأ. طب هل المرتب أكبر من 20000؟ أه. خلاص؟ لاحظ هنا إيه؟ الشرط ده مع البادي بتاعه، الشرط ده مع البادي بتاعه، الشرط ده مع البادي بتاعه، وهما مرتبطين ببعض باللوجيك اللي اسمه اف الس اف. يعني انا عايزك ايه عيشها بالمنطق، انه بقول لك ايه مثلا جايلنا طلاب، قول لي هل هما 5 طلاب بس؟ فبتقول لي لا. طب اقول لك طب هل هما 20 طالب؟ تقول لي لا. طب هل هما 70 طالب؟ اقول لك اه. طب بص طلعهم من المدرج اللي فوق دوت، يبقى في مجموعة من الشروط بتعتمد على بعض نقدر ايه نربطهم ببعض. وفي الحالة دي بيبدأ يعني انت كسوفت وير انجينير، مهندس برمجيات، تبدأ تفكر ايه التستنج الكويس للبرنامج ده. يعني تخيل ان احنا بنعمل برنامج لللوجيك ده، ايه التستنجز اللي انت لازم تاخد بالك منها؟ انت محتاج تاخد بالك ان ايه، محتاج تتست الالف، عشان الالف هنا مش موجودة مع اللي فوق، موجودة مع الشرط اللي تحت. محتاج تتست ال20000، ممكن تحتاج تتست قيمة بعد ال20000، محتاج تتست قيمة قبل ال1000، وهكذا. طيب تعالى نكتب الكود. السي بلس بلس بتعرف لنا حاجه اسمها اف الس تشين، يعني سلسله كده من الاف الس بالمنظر ده. بقول له هنا ايه، اف السالري اصغر من ال1000، اعرض الجمله دي. الس اف السالري اكبر من او يساوي 1000 اند اصغر من 20000، اعرض الجمله دي. الس اعمل الجمله دي. خلاص هنا احنا عندنا ايه، عندنا اف الس اف الس، يبقى وهو ده خلاص، مفيش في الموضوع بتاع النهارده اكتر من كده. في 3 حاجات كده عندنا، اف دي بتحصل مع اول شرط، الس اف معناه ان الشرط اللي فوق غلط وبالتالي البادي بتاعه مش هيتنفذ. دخلنا في الالس اف دي، لو الالس اف دي اتنفذت صح الايه الس اوت دي هتتعرض، غلط اللي بعدها هيتعرض. الس دي معناها ايه؟ هل الس دي معاها اف كونديشن؟ لا. تخيل كده انك بتقول لي ايه، بقول لك هل الطلبه اعدادهم من اقل من 5؟ بقول لي لا. اقول لك طب مش هينفع في المدرج الاولاني. هل اعدادهم اقل من 50؟ بتقول لي لا. بقول لك ولا هينفع في المدرج الثاني. الس يعني غير كده خالص، ودهم للمدرج الكبير خالص. يبقى انا عندي اف الس اف الس، اف دي اول شرط، الس دي اخر شرط، الس اف في النص، كلهم مرتبطين ببعض وبادي واحد بس اللي هيتنفذ. يعني مثلا افرض ان الشخص دخل سالري، هنا قلت له اقرا السالري، دخل السالري ب 30000، هل ال 30 اصغر من 1000؟ لا. هل ال 30000 اكبر من او يساوي 1000 واصغر من 20000؟ لا. هيروح رايح فين؟ يعرض اخر سطرين هنا اهو. طب افرض انا كنت اديتك السالري 500، هتقول لي هل 500 اصغر من 1000؟ اه. هيعرض السطر ده ويتجاهل الالس اف ويتجاهل الالس، يعني السطور من 10 ل 15 دي كلها مش هنتعامل معاها، كانها مش موجوده. يبقى التشين بتاعت الاف الس دي شرط منهم واحد بس بيبقى صح، الشرط الصح هو اللي هي ايه هيتم تنفيذه، الشرط الصح بس هو اللي هيتم تنفيذه. برضه خلي بالك هنا لما كنا محتاجين نكتب سطر واحد فكنا خلاص مش محتاجين بريسز، لو كتبنا اكتر من شطر ممكن نعمل بريسز، دايما ممكن نعمل بريسز حتى لو شرط واحد، بس لو انت جيت مثلا تكتب هنا سي اوت كذا وتحتها سي اوت جمله ثانيه الكومبايلر هيزعل منك، لازم تكتب جمله واحده بس، يا اما لو عايز اكتر من شرط حط ايه بريس مفتوح بريس مقفول واكتب في النص الايه اللي يعجبك. طيب تعالى نعمل برنامج بسيط. احنا كده اللوجيك الاساسي بتاع الموضوع النهارده خلاص خلص، هنحاول بس نطبق عليه عشان نفهم اكتر. تخيل ان انا بديك رقم وعايزك تعرض ان الرقم ده يا اما مكون من ديجيت، يا اما 2 ديجيت، يا اما 3 ديجيت، يا اما 4 ديجيت، يا اما 5 بلس. 5 بلس دي يعني 5 ديجيت وانت طالع لفوق. خلاص. طيب دلوقتي فانت الاوتبوت بتاعك هيكون قيمه من 1 ل 5، ماشي، مش اكتر من كده. طيب لو انا دخلت لك انبوت زي 556 ده كام ديجيت؟ هتقول لي 3 ديجيت. ازاي نكتب كود لحاجه زي كده؟ عايزك تقعد تفكر دقيقتين كده مع نفسك ازاي حاجه زي كده ممكن تتعمل، يعني وقف الفيديو واقعد تفكر. طيب تعال نكمل. البرنامج هيتعمل بالمنظر الظريف ده. دلوقتي ايه اللي يخلي الرقم اصغر من 10، اصغر من ديجيت واحد؟ انه يكون قيمته اقل من 10. ايه اللي يخليه 2 ديجيتس؟ انه يكون قيمته اقل من 100. ايه اللي يخليه 3 ديجيتس؟ يكون اقل من 1000. ايه اللي يخليه 4 ديجيتس؟ يكون اقل من 10000. ايه اللي يخليه 5 ديجيتس او اكتر؟ ان هو يكون اكبر من 10000. من الواضح كده ان احنا محتاجين اف للكيس بتاعت ال 10
ويقفل الكيس بتاعت المية والكيس بتاعت الألف والكيس بتاعت العشر تلاف، وأي حاجة أكبر من كده تبقى خمسة ديجيتس وأنت طالع لفوق. فنكتب الكود بالمنظر ده، إف إلس إف إلس إف إلس إف، في الآخر إلس. إف بتيجي مرة في الأول، إلس إلس بتيجي مرة في الآخر، ممكن تيجي في النص فيه إلس إفس. فأنا بقول له هل الرقم أصغر من 10؟ اطبع 1. أصغر من 100؟ اطبع 2. أصغر من 1000؟ اطبع 3. أصغر من 10000؟ اطبع 4. لما فيش أي حاجة من دول اطبع 5، قول له إنها إما 5 أو أرقام أو إيه أو أكتر. خلاص؟ فطبعًا إحنا محتاجناش نعمل بريسز في أي حاجة من الحاجات دي. ومرة تانية في إف واحدة بس في الأول، إلس واحدة في الآخر، في النص في شوية إلس إف. طيب في فكرة عامة اسمها النستد اف كونديشن. يعني ايه نستد اف كونديشن؟ نستد يعني حاجة جوه حاجة. خلاص، مثلا افرض معاك صندوق، جوه الصندوق في صندوق، وجوه الصندوق في صندوق تالت، ده اسمه ايه؟ نستد، داخلي كده، متداخل. خلاص، دلوقتي احنا قلنا ان لو احنا عملنا تو بريسز كده بقينا جواها ممكن نعمل ايه؟ اي حاجة، بما فيه ان احنا ممكن نعمل اف كونديشنز تانية، وممكن جوه الاف كونديشن نعمل اف كونديشن تاني. هو بادي، انت اعمل فيه اللي انت عايزه. خلاص، هنا مفيش سينتاكس جديد من اللغه. انا بفهمك ان اللغه هنا بتوريك ان ليها استخدامات اكتر. واحد عمل برنامج بيقول له دخل مرتبك، قال له ماشي، بيقول له لو المرتب اصغر من 1000 طيب قول له دخل العمر بتاعه، ودخل عمره، وقول له لو عمرك اقل من 22 سنه قول له انك انت لسه صغير، ما تزعلش على مرتبك الصغير. طيب لو مرتبه كان اكبر من ال 1000 او يساويها، قول له تحت هنا ايه؟ يو ار ريتش. المهم هنا انك تاخد بالك من اللوجيك دي. يعني دلوقتي لو السالري اصغر من 1000 هيبقى ايه؟ بيخش هنا. لو اكبر من او يساوي 1000، اي حاجه اكبر من او يساوي 1000 هتخش فين؟ هتخش هنا. الشاهد الاف دي جوه الاف دي اسمها نستد اف، وده ايه؟ من استخدامات اللغه. طيب يلا نعمل برنامج كمان هنسميه كالكوليتر. انت هتقرا من الراجل كالاتي: رقم وكاركتر ورقم، والمطلوب منك انك انت تعمل الاوبريشن دي كانها اله حاسبه صغيره. يعني لو الراجل اداك 7 في 10 يبقى الاوتبوت بكام؟ هتطلع له 70. مرة تانية وقف الفيديو فكر كده شوية الكود ممكن يكون عامل ازاي. يلا بينا. عندنا رقمين وعندنا كاركتر. خلي بالك يعني انا ما قلتلكش اقرا انتجر، قلتلك اقرا نمبر. فانا ممكن اديك انتجر وممكن اديك حاجة مش انتجر. فايه، فمن مصلحتك انك تقرا الارقام في دبلز، كمان ده ينفعك في الاسم زي ما اتكلمنا في الفيديو بتاع الاسم. فانت تقرا الرقم اوبريشن رقم زي مثلا 10 في 70، وبعدين تبدأ تعمل اف ال على الكونديشنز دي. لو كان الكونديشن ببلس اعرض نمبر 1 زائد نمبر 2، لو كان الكونديشن ماينس اعرض نمبر 1 ناقص نمبر 2، لو كان بالضرب اضربهم، لو كان بالاسم قسمهم. طبعا لو النمبر 2 ده بزيرو هيحصل مشكله، بس ايه، ده مش موضوعنا دلوقتي. كده نكون عملنا البرنامج التاني. طيب يلا نعمل كمان برنامج. بقول لك اعمل برنامج يقرا رقمين ويطبع المينيمم بتاعهم. المينيمم اللي هو اصغرهم، يعني انا اديتك 70 و5 من الصغير 5، 10 و20 من الصغير 10. مرة تانية وقف الفيديو وحاول تفكر برنامج زي ده يتكتب ازاي. البرنامج هيتكتب كالآتي: اعمل حاجة اسمها نمبر 1، نمبر 2 اقراهم، بعدين لو نمبر 1 اصغر من نمبر 2 اعرض نمبر 1، غير كده هيبقى نمبر 2. يعني مثلا لو اديتك 20 و10 هتقول لي هل 20 اصغر من 10؟ لا، فيخش في الالس يعرض مين؟ الرقم الايه؟ التاني على طول، وهكذا. طيب نصعب الدنيا شوية، هديك تلات أرقام تعرض المينيموم فيهم. مرة تانية عايزك إيه؟ تحاول تسكتش الكود. حاول تفكر إيه كل الكيسز اللي محتاجين نتيست البرنامج بيها عشان نتأكد إن البرنامج صح. يلا بينا. أول طريقة، أنا هعرض تلات أرقام وهقول كالآتي. أنا بفكر إزاي؟ يا إما إن الرقم الأولاني أصغر من الرقم التاني، يا إما غير كده. لو الرقم الاولاني اصغر من الرقم الثاني هنخش جوه كده. خلاص احنا عرفنا ان الرقم الاولاني هو الصغير مش الثاني. نبدا نقارن الرقم الاولاني بالرقم الثالث. يعني جوه هبدا اقول له ايه؟ if number 1 اصغر من number 3 اعرض number 1، غير كده اعمل number ايه؟ number 3. الحاله الثانيه لو كان الاف كونديشن ده باظ وطلع number 1 مش اصغر من number 2، يبقى مين الصغير؟ number 2. نبدا نقارن number 2 بنمبر 3، نقول له لو number 2 اصغر من number 3 اعرض number 2، غير كده اعرض number 3. دي أول طريقة لكتابة الكود. هنبدأ نشوف كذا طريقة للموضوع ده. خلاص، هنا احنا ايه، احتاجنا نعمل اتنين اف وجوه كل واحدة فيهم في ايه؟ نستد اف. ولاحظ هنا ان احنا عملنا اف بعدها الس على طول، يعني ما كانش فيه الس اف. خلاص، ليه؟ ان احنا ما كناش محتاجين اللوجيك بتاع الس اف. فانا ممكن اعمل اف لو ما اتحققش يخش على الس على طول بتاعه. يلا نكتب الكود بطريقة تانية. واحد هيقول لك ايه؟ لا بص، لو نمبر 1 اصغر من نمبر 2
وفي نفس الوقت نمبر واحد اصغر من نمبر ثلاثة، يبقى اعرض نمبر واحد. هو ايه اللوجيك بتاعه؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انا اصغر من الاثنين التانيين يبقى الانسر نمبر واحد. طب لا، طب لو نمبر اثنين اصغر من الاثنين التانيين، يعني اصغر من نمبر واحد واصغر من نمبر ثلاثة، اعرض نمبر اثنين. طيب لو احنا لا نمبر واحد هو اصغر حاجة ولا نمبر اثنين هو اصغر حاجة، يبقى مين الاجابة؟ نمبر 3. اللوجيك ده احتاج مننا ايه؟ احتاج مننا اف الس اف الس، واحتاج كونديشنز معقده شويه خلاص، واحتاج واضي سيمبل كان مجرد سطر كود. تنفع نكتبها بطريقه ثالثه؟ يلا نجرب. بص هنا اللوجيك عامل ازاي. هنقرا الثلاث اجابات، عرفنا فاريبل سميناها انسر وحطينا فيه نمبر 1 خلاص. وبعدين بدات اقول له ايه؟ لو الانسر اللي هو نمبر 1 اكبر من نمبر 2 حط في الانسر نمبر 2 خلاص. ده كونديشن خلص. بص هنا هبدأ كونديشن جديد بإف، كل إف بداية لكونديشن جديد تاني. بعد كده بقول له لو الأنسر ده أكبر من نمبر 3 الأنسر بنم 3 خلاص، أوت الأنسر. لاحظ هنا أول حاجة احتاجنا 2 سيبرت إف، اللوجيك بتاع كل واحد فيهم بسيط جدا، مفيش إلس مفيش إلس إف. إحنا كده شفنا 3 طرق لكتابة الكود، ومن هنا يجي الفكرة اللي أنا عايزك تستحضرها، إن نفس المسألة ممكن إيه؟ يعني نفس البرنامج ممكن نكتبه بصور مختلفة، وده بيبدأ يفرق ما بين المهندسين البرمجيين المختلفين، إن في ناس دماغها أنظف من غيرها. خلاص؟ تعالى نترس كده شوية كود. لو أنا دخلت لك 2 3 1، فأنا هبدأ أقول الأنسر نحط فيها قيمة 2. بعدين هبدأ أقول له هل الاتنين أكبر من 3؟ الإجابة لأ، يبقى الكونديشن ده مش هيتحقق. بعدين بقول له ايه؟ هل الاثنين اكبر من واحد؟ اه، هيبدا يقول لي طب حط في الاثنين واحد. يعني اللوجيك بتاع البرنامج ده انك تمسك فاريبل وتقعد تقارنه بكل الايه؟ اللي بعده. ولو جيت تفكر فيها شويه، لو معاك بدل الثلاث ارقام مثلا 10 ارقام، اللوجيك ده اسهل ليك في الكتابه من اللوجيك بتاع اول مرتين. الاختصار يا اما انك انت بتكتب اف بادي على طول خلاص، فقلنا اف كونديشن ده لازم يبقى ترو بودي، وقلنا البودي ده يا اما سطر يا اما تفتح تو بريسز وتكتب اي حاجه انت عايزها، يا اما ان الناس بتقعد تكتب اف الس اف الس اف الس اف الس اف لحد الاخر بودي، يا اما الناس بتكتب اف الس اف الس اف الس اف وفي الاخر الس بس، والالس اف دي ممكن اصلا تبقى مش موجوده، ده ستايل رابع يعني، ممكن تبقى اف الس على طول. فيا اما انت بتكتب اف يا اما اف وتحتها الس اف الس اف الس اف للاخر، يا اما اف والس اف الس اف الس اف وفي الاخر في الس واحده، يا اما اف ومفيش ايه؟ مفيش الس اف، في الس على طول. خلاص؟ البادي يا اما سطر يا اما مجموعه من السطور، الكونديشن يا اما ترو يا اما فولس. بالمنظر ده كل احتياجاتك لانك انت تخلق شروط هتكون سهله وبسيطه. قبل ما نخلص عايزين نقول ان في اخطاء مشهوره للناس في الكتابه. دلوقتي لو انت عرفت ايدج ب 45 وجيت تقول له هنا اف الايدج ايكوال ايكوال 40 خلاص، ده كونديشن صحيح عادي جدا. بص بقى اول غلطه، الناس بتكتب ايكوال مش ايكوال ايكوال. ايكوال ايكوال دي كانت بتاعه المقارنه. اف ايدج ايكوال 40 دي هتعمل ايه؟ دي هتروح تحط ال 40 في الايدج خلاص. فانت ما تقصدش كده، فده بج، فخلي بالك عشان ما تضيعش وقتك. الحاجه الثانيه، افرض انت قلت كده اف ايدج كذا، ايه اللي الكومبايلر هيعمله؟ مش هيزعل، مش هيقول لك غلط. الكومبايلر هنا مستني كونديشن قيمته يا اما بصفر يا اما مش بصفر. فهو في الواقع بيجي يبص هنا، هل القيمة دي صفر ولا مش صفر؟ فايدج دي كان ب 45 هو مش بصفر، فيعتبر ان ده ترو. يبقى امتى الاف ما بتشتغلش؟ فقط لو القيمة اللي موجودة عندي هنا قيمتها الحقيقية بفولس. احنا لسه ما خلصناش، تعالوا نعمل شوية براكتس كمان. انا بحاول اخليك ايه؟ قادر انك انت تفكر اكتر. هنعمل برنامج ظريف بيقول لك ايه؟ اقرا رقم، لو الرقم ده ايفن اعرض اخر ديجيت فيه، لو الرقم ده اود هتعمل كالآتي، لو الرقم ده أصغر من 1000 هتعرض آخر 2 ديجيتس فيه، لو كان أكبر من أو يساوي 1000 وأصغر من المليون هتعرض آخر 4 ديجيتس فيه، غير كده هتعرض النيجاتيف فاليو بتاعته. كده احنا أنا مجرد بخلق لك برنامج فيه ليه لوجيك مختلف وكونديشنز وهكذا. وقف الفيديو واقعد فكر فيه، وفكر في تيست كيسز كويسة للبرنامج. طيب يلا نكمل. دلوقتي احنا اول حاجه عايزين نفكر فيها، اول حاجه التست كيسز المختلفه اللي احنا عايزين نعملها. انا محتاج ان انا ايه؟ محتاج ان انا اعمل تست كيس لكل حاله من الحالات دي. فاول حاله عندي بيقول ان لو الرقم ايفن اعرض اخر رقم ليه، يبقى انا عايز لو اديت للرقم حاجه زي 2 3 4 اللي هو ايفن يطلع لي 4. تاني حاجه لو الرقم اود، عايز لو الرقم اصغر من 1000 يعرض كده، فانا عايز رقم اود اصغر من 1000 ولنفرض مثلا 157 يعرض اخر 2 ديجيتس اللي هو بالمنظر ده. طب لو هو اكبر من او يساوي 1000 لكن اصغر من القيمه دي عايزين نعرض اخر 4 ديجيتس،
فمثلا ممكن نجيب التست كيسز دي. طب عايزين حاجة أكبر من المليون عشان نعرض النيجاتيف بتاعها، ممكن يكون الرقم ده. بالمنظر ده أنا عندي 4 حالات هنا، أنا عندي حالة 2 3 4، عندي 4 حالات عملت 4 تيست كيسز دي. ده الكود بتاعها عادي جدا. أول حاجة هنبدأ نتست الرقم هو ايفن ولا لأ، وبعدين نعمل كونديشن. لو كنت ايفن هتعمل حاجة، غير كده لو كنت اود هتعمل حاجة. ايفن مود 10 عشان نجيب آخر ديجيت خلاص. طيب لا ده طلع اود، خش بقى في الالس وابدأ اكتب لوجيك معقد جديد. لو الرقم ده أصغر من 1000 اعرض مود 100 اللي هو ايه آخر رقمين. طب لو هو أصغر من مليون اعرض مود 10000. طب غير كده اعرض نيجاتيف النمبر، يعني لو كان 1000 هيطلع ايه نيجاتيف 1000. بالمنظر ده احنا نكون ساتيسفايد كل الكونديشنز. نقعد نتست على الـ4 تيست كيسز بتاعتنا عشان نتأكد ان البرنامج صح. برنامج كمان بيقول لك اقرا 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 انتجر واعمل الاتي. لو الرقم ده اصغر من 10000 قول ان ده رقم صغير جدا. غير كده اجمع لي اخر 3 ديجيتس في الرقم. لو الرقم ده اود فردي يعني قول ان الرقم ده جريد، اللي هو ايه يعني لو مجموع 3 ارقام اود قول ان هو جريد. لو طلع ايفن اعمل الاتي. لو في اي ديجيت منهم اود قول له ان ده رقم كويس، لو مفيش خالص قول له ان دوت رقم سيء. مره تانية لوجيك مختلف، اقرا المساله كويس افهمها، اقعد فكر في التست كيسز بتاعتك، وبعدين اقعد فكر ازاي نكتب الكود دي. يلا نبص على التست كيسز. انا بدات اقول ايه، انا محتاج التست كيس بتاعت ان، خلينا نبص كده ونفتكر. اول حاجه ان الرقم اصغر من 10000، يبقى التست كيس دي حققت الكونديشن ده. تاني حاجه ان اخر 3 ارقام ايه هيبقوا هنجمع اخر 3 ديجيت ونشوف هل هم اود ولا ايفن. لو اود هن ايه هتطلع جريت نمبر. فانا عملت الرقم ده وادي 3 ديجيتس ومجموعهم ب3 اللي هو ايه اللي هو اود، يبقى كده احنا حققنا الكونديشن الاولاني. غير كده لو اخر 3 ديجيتس مجموعهم ايفن خلاص، يبقى احنا عايزين كيسز مجموعهم يكون ايفن. بيقول لك في حالتين، حاله منهم ان يكون الارقام مجموعه اي واحد فيهم اود او لا. فنيجي نشوف امتى يكون اخر امتى يكون any digit of the last 3 is odd. انا كده عندي 3 حالات، انا عايز اي digit فيهم يطلع odd مع ذلك ال sum ب even. فاحنا عملنا ايه هنا؟ لما تيجي تبص على اخر 3 digit 330 دول مجموعهم even خلاص. طيب هل فهو بيقول لك ايه لو اي digit فيهم odd. فانا عملت ايه 330 وحطيت الصفر هنا وحطيت الصفر هنا، انا خلقت له الـ3 حالات اللي ايه اللي اتاكد بيها ان الديجيت ايه اللي هو عايزه موجود. غير كده ادي اخد كيس خلاص. البرنامج بقى خلاص تعمل اللوجيك بتاعك، تبدا تقول له لو الرقم اصغر من كذا اعمل كذا، بعدين هات الـ3 ديجيتس بتوعنا زي ما قلنا قبل كده، تجيب مود 10 على 10 مود 10 على 10 مود 10 واجمعهم. لو كان الرقم ده اود بص عملنا ايه، صم مود 2 نوت ايكوال 0، ايكوال ايكوال 0 ايفن نوت ايكوال 0 ايه اود. بعد كده لا ما طلعش اود، بدانا نتست كل ديجيت اود لوحده ولا لا. فبدانا نقول هل الديجيت ده بواحد، هل الديجيت ده بواحد، هل الديجيت ده بواحد. وبدانا نتست هل ده بواحد او ده بواحد او ده بواحد وهكذا. مره تانية هو مجرد تحويل اللوجيك لكود مش اكتر يعني، بس يحتاجك انك انت ايه اللوجيك يكون حاضر في ده. يلا نقول الهوم وركس بتاع النهارده. اول برنامج هيقرا رقمين وتبدا تعمل كالاتي، لو كان الاثنين اود تعرض ضربهم، لو كان الاثنين ايفن تعرض قسمتهم، لو كان الاولاني اود والتاني ايفن تجمعهم، لو كان الاولاني ايفن والتاني اود ايه تطرح. ودي تيست كيسز. الكيس الثانيه سورتنج 3 نمبرز. كلمه سورت دي اسمعها كتير، معناها ترتيب الارقام. الارقام يا اما بتترتب اسندنج يا اما ديسندنج. اسندنج ده اللي هو التصاعدي من الصغير للكبير. انا هديك 3 ارقام وانت ابدا ايه رقمهم خلاص. فانا هنا جربت لك كل الطرق اسمها بيرميتيشن، جربت كل الطرق اللي رتب لك بيها 3 ارقام. لاحظ ان عدد الارقام دول 6، يعني صعب دلوقتي انك تعرف ليه بس ايه كمعلومه يعني. الحاجه الثانيه انك انت هتجيب الماكسيمم بتاع 3 ارقام بس بشرط. ايه الشرط ده؟ بيقول لك هات لي خد 3 ارقام هات لي اكبر رقم فيهم بحيث ان يكون اقل من 100، لو ما لقيتش اعرض نقطه. مثلا لو انا اديتك 22 و90 و115 خلاص، فين الارقام الاقل من 100؟ هما الرقمين دول بس. هات لي الايه؟ هات لي الماكسيمم اللي فيهم اللي هو 90. طب هنا 200 300 400، مين الارقام الاقل من 100؟ مفيش. فالانسر بايه؟ بنيجاتيف 1 وهكذا. كونديشنال كاونت، هتعمل برنامج يقرا اكس
وبعدين يقرا 5 نمبرز. يبقى انت هتقرا التوتال كام رقم؟ 6 ارقام. اول رقم هنسميه اكس، وبعدين 5 ارقام، بعدين هتعرض قيمتين. اول قيمه هي كام رقم قيمتها اقل من او يساوي اكس، وبعدين تعرض قيمه كام رقم اكبر من اكس. مثلا اديتك القيمه 10 واديتك الخمس ارقام دول، لو جيت تبص في كام قيمه اقل من ال10؟ 1 و5 ب2، وكام قيمه اكبر من 10؟ 3، اللي هم ايه دول، فتعرض 2 و3. في سؤال هنا بيقول لك هل في علاقه ما بين الاوتبوت بتاع اول رقم ده اللي هو 2 والاوتبوت بتاع ده الرقم اللي هو 3 ولا لا؟ بعد كده عايزك تجيب الماكسيمم اوف 10 نمبرز، يعني انا هديك 10 ارقام عايزك تعرض لي اكبر رقم فيهم، لكن في شرط هنا. ايه هو؟ انك انت مش هتستخدم غير 2 variables بس integers في البرنامج، 2 variables بس. لو الشرط ده صعب عليك انساه. طيب في برنامج هنغير موضوع سنه، عايزينك تجيب ال10 الماكسيمم، الماكسيمم اللي هو اكبر رقم يعني، لكن لحد 10 ارقام بس. يعني انا في الاول هديك n وده يكون رقم 2 ل 10، وبعده هخليك تقرا n integers. مثلا لو اديتك 5 يبقى تقرا بعدها 5 ارقام وتجيب الماكسيمم فيهم، لو اديتك 10 تقرا 10 ارقام وتجيب الماكسيمم فيهم. اللي بعد كده intervals. يعني ايه انترفال لو متعرفش؟ تخيل احنا كاتبين كده ارقام من 0 ل 45، ماشي؟ الانترفال حاجه ليها بدايه ونهايه، فمثلا الانترفال ده بدايته عند رقم 1 ونهايته عند رقم 10، الانترفال ده بدايته عند رقم 5 ونهايته عند رقم 6، الانترفال ده بدايته عند رقم 4 ونهايته عند رقم 40. خلاص انا هديك ايه، هتقرا رقم اكس وبعدين هتقرا 6 ارقام، ستارت 1 اند 1، ستارت 2 اند 2، ستارت 3 اند 3. الارقام دي عباره عن ايه؟ كل رقمين ورا بعض عباره عن انترفال. دورك انك تقول لي الاكس موجود في كام انترفال. مثلا افرض انا اديتك رقم 7 واديتك 3 انترفالز اللي احنا راسمينهم هنا، 1 10 5 6 44. انا بقول لك السبعه ده موجود في انهي انترفالز فيهم؟ لما تيجي تبص السبعه موجود في الانترفال دوت، وموجود في الانترفال ده، بس مش موجود في الانترفال 5 6 لان هو ايه؟ بعد قبل السبعه. يبقى الانسر تبقى كام؟ 2. وهكذا. فده مثال تاني ومثال تالت. فانا مثلا بقول لك ال10 موجوده فين في الثلاثه انترفالز دول؟ في صفر، مش موجوده في اي واحد فيهم. ليه؟ لان كلهم بعد ال10. وهكذا. خلاص يبقى الانترفال بدايه ونهايه، انا هديك رقم وثلاثه انترفالز وعايزك تقول لي الرقم وقع في كام انترفال. برنامج تاني انترفال انترسكشن، هديك اتنين انترفالز اللي هو 1 و6 مثلا و3 و8 واقول لك هما بينترسكتوا فين، فتقول لي والله بينترسكتوا في 3 و8 3 و6. خلاص؟ طب لو مش بينترسكتوا خالص اطلع على ناقص واحد، ارجع كده ورا. لو انا مثلا قلت لك ايه الانترفال اللي من 1 ل 10 والانترفال اللي من 4 ل 40 بينترسكتوا فين؟ بينترسكتوا من اول 4 لحد 10. خلاص؟ يعني فيجوالي كده بسيط، لاحظ ان الحته دي هي المشتركه ما بينهم. فانترفال انترسكشن هو انا عايز اعرف منك هو في كام رقم مشترك ما بين الانترفال ده والانترفال دوت. وانا هنا كاتب لك شارح لك ان الانترفال من 1 ل 6 ده اكتبه من 1 ل 6، الانترفال من 3 ل 8 ده اكتبه من 3 ل 8. فين الارقام المشتركه؟ 3 4 5 6 اللي هو بتبدا ب 3 وتنتهي عند ال 6. في الختام مره ثانيه، اقعد ذاكر. انا عايزك تعرف ان انت لازم تجرب كل هوم ورك بنفسك، لكن عادي انك انت ما تعرفش تحل اغلبهم في البدايه بنفسك. لو عرفت تحل او لو عرفت لو ما عرفتش تحل وبصيت على الحلول عادي، لو عرفت تفهم لحد 50% من المسائل فده كويس، بس اقعد عافر. عرفت تقعد نص ساعه في الاساينمنت الواحد اقعد حل، ما عرفتش وزهقت مش قادر تكمل بعد نص ساعه بص على الحل. الحاجه الثانيه ان كل ما بنكتب كود اكتر بنعمل باجز اكتر، باج يعني خطا، ماشي؟ مور باجز يعني اخطاء اكتر. فدايما عود نفسك انك تفكر اكتر عشان تكتب كود اقل. بس عايز اقول لكم ان في كتير من الهوم ووركس اللي هنبقى في الكورس ده اما جايه من الارشيف القديم بتاع الاكاديميه البحريه او الشيت القديم بتاع اسيوط. علمكم الله وينفعكم ونفعكم بما تعلمتم وزادكم علما، وافتكرونا بدعواتكم. سلام عليكم. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.